المرأة السيجما والجنس. لماذا تنفر المرأة السيجما من النرجسي في العلاقة الحميمية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون صادمة. نعم، أريد من كل شخص قاصر أن يخرج الآن من هذا الفيديو، لأنه يحتوي على معلومات جد حساسة. فضفضة هذا اليوم ستكون جوابا عن سؤال إحدى متتبعات هذه القناة الكريمات. خلاصته هو: كوتش نعمان، لقد اكتشفت بفضل فيديوهاتك على أنني امرأة سيجما، ولكنني أعاني مع النرجسي في العلاقة الجنسية. وأنت تعرف عن ماذا أتحدث. هل جميع النساء السيجما هكذا؟ تحدث يا كوتش عن المرأة السيجما والجنس، أختي العزيزة، نزولا عند طلبك، ولكن أيضا عند طلب العديد من الضحايا اللواتي أنا متأكد أنهن يتساءلن نفس تساؤلك، خصوصا إذا كن من الشخصية سيجما. لماذا تعاني المرأة السيجما مع النرجسي في الجنس؟ فضفضة مليئة بالأسرار يجب مشاهدتها حتى آخر ثانية، لأنها تحتوي على معلومات صادمة تحبس الأنفاس. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى الحصري لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباتيين، خصوصا الضحايا من النوعية السيجما. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الفضفضة الأسطورية. قبل البدء، أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. بطبيعة الحال، قد تحدثت في فيديوهاتي الأخيرة عن الشخصية السيجما، ما عليكم سوى الرجوع إليها لكي تتعرفوا على الصفات. المرأة السيجما هي شخصية ذات طاقة عالية أكثر من المعدل في جميع النواحي: الذكاء، الرياضة، العمل، الثقافة، الروحانيات إلى آخره. وأيضا، وهنا أريدكم أن تركزوا جيدا، في الجنس. المرأة السيجما هي إنسانة ذات طاقة جنسية عالية. لماذا؟ لأنها متصالحة مع نفسها، لأنها تبقى وحيدة بشكل أكثر من المعدل، وهذا يجعلها في تناغم مع ذاتها، ولهذا فهي مرتبطة بطاقتها الأنثوية الجنسية، أي أنها حساسة جنسيا أكثر من النساء الأخريات. أيضا المرأة السيجما هي تهتم بجسدها، تهتم بالرياضة، تهتم بالأكل إلى آخره، وهذا ما يجعل هرموناتها في حالة جيدة، مما يشجعها على النجاح في العلاقة الجنسية. وأيضا المرأة السيجما قوية جنسيا، لأنها لا تشتت انتباهها وراء المظاهر وراء الغرائز. هي تكبح شهوتها بطبيعة الحال، لأنها ذات أخلاق عالية. هي تحترم الحياة الزوجية، هي تؤمن بأنها فقط سترتبط مع رجل واحد، وهذا ما يجعلها تراكم هذه الطاقة حتى تنفجر مع الشخص المناسب. ركزوا على هذه الفكرة أختي العزيزة، انزلي خانة التعليق وأخبريني إن كنت تكتشفين أنك شخصية سيجما من خلال هذه الصفات. وبما أنها تراكم هذه الطاقة الجنسية، فهذا يجعلها بالفعل إنسانة شهوانية. أنا لا أستعمل هذا المصطلح بالشكل السلبي، لا، أي أنها متحررة تبحث عن الجنس، عن الشهوة، لا، بل من الناحية الصحية السوية.
المرأة السيجما هي كائن شهواني تحب الجنس، ولكن الجنس الحلال مع الشخص المناسب مع الزوج بطبيعته الحال، وهذا من حقها. إذا فزوج الشخصية السيجما هو زوج محظوظ، نعم، لأنه يجد راحته ويلبي غرائزه ورغبته في الحلال مع زوجته، لأنها لا تصاب بالبرود، لأنها تعطي الجنس كما تعطي الحب والحنان، لأنها بالفعل تهتم برغبات زوجها، لأنها متعاطفة لا تفكر فقط في نفسها. وهذا ما يجعل زواج النساء السيجما زواجا ناجحا. ولكن الزواج الناجح بالنسبة للمرأة السيجما يعتمد على كونها متزوجة من شخص سوي وليس نرجسيا. هنا يأتي الجحيم بالنسبة للمرأة السيجما. لماذا؟ لأن النرجسي هو كائن عاجز جنسي. نعم، هذه حقيقة عليكم أن تتقبلوها، ولو أنه قادر على الممارسة العضوية ولكنه روحانيا ولكنه نفسيا عاطفيا فهو منعزل عن شريكته، هو بارد كما أقول دائما، هو كالآلة روبو، وهذا ما يحدث تنافرا بينه وبين المرأة السيجما، لأن المرأة السيجما حتى تمارس الجنس يجب عليها أن تحب الطرف الآخر. هي لا تستطيع أن تمارس عضويا هكذا، لا، هي تجد شهوتها رغبتها فقط مع الشخص الذي تلتقي به روحيا. أختي العزيزة، أكدي لي هذا في خانة التعليق، كيف أنك تنفرين من شريكك النرجسي؟ لأن هناك تنافرا روحيا وطاقيا بينكما. المرأة السيجما هي تمثل الجانب النير المضيء، والنرجسي يمثل الجانب المظلم الأسود، وهذا ما يجعل الالتقاء، ما يجعل التناغم الجنسي مستحيلا بينهما. لهذا فالنساء السيجما يعانين مع النرجسي، لأن طاقتهن أكثر من النرجسي. نعم، المرأة السيجما أقوى جنسيا من النرجسي، وهذا ما يجعلها دائما لا تلبي رغبتها الجنسية معه، وهذا ما يجعلها حزينة مكتئبة غير مركزة تصاب بالأرق، لأن المرأة السيجما فهي بالفعل تهتم بالجانب الجنسي ليس كباقي النساء اللواتي قد يتجاهلن هذا الجانب أو قد يتغفلن عنه نهائيا حتى يصابن بالبرود. المرأة السيجما لا، المرأة السيجما قوية جنسيا وتبقى قوية حتى ولو تقدم بها العمر. وهناك من النساء السيجما من تزداد طاقتهن ورغبتهن الجنسية مع الكبر في العمر، وهذا ما يجعل هناك اختلالا في الموازين بينها وبين الشريك. وبما أن المرأة السيجما هي أخلاقية، هي روحانية، فهي لن تخون شريكها لكي تلبي هذه الشهوة، مما يجعلها تعاني الأمرين، تعاني جحيما. صدقوني، المرأة السيجما تعيش مع النرجسي حياة تعيسة، حياة فقط هي من تستطيع التعبير عنها، لأن النرجسي فهو متلاعب من جميع النواحي، وأيضا فهو متلاعب جنسي. وأيضا هناك أسباب أخرى تجعل المرأة السيجما تنفر من النرجسي، قد تكون رائحته الكريهة، نعم، تصرفاته الصبيانية التي تفقده رجولته، بطبيعة الحال هي سوف تكره هذا الشريك لأنه يتلاعب بها، لأنه يخونها، لأنه يكذب عليها، وهذا ما يفقدها هذا الاحترام الذي تحس به، وهذا ينعكس على الجانب الجنسي. المرأة السيجما تمارس الجنس فقط مع الشخص
الذي تحترمه والتي لديها معه ارتباط روحاني. أذكر بهذه المعلومة الرئيسية التي تتميز بها المرأة السيجما، ألا وهي لن تمارس الجنس أبدا مع شخص لا تحبه، لا توجد عواطف تجاهه، وهذا ما يجعلها إنسانة صريحة لا تخون. المرأة السيجما لا تخون، ركزوا على هذه الفكرة. إنسانة نقية أخلاقية تخاف من ربها، تتحكم في غريزتها القوية، وهذا ما يجعلها بالفعل إنسانة تتحدى الصعاب، لأن الشخص الذي يتحكم في شهواته بإمكانه أن يتحكم في أي شيء. إذن المرأة السيجما بطبيعة الحال تعاني مع النرجسي في الفراش، وهذا ما يجعل الانفصال وقطع الاتصال هو الحل الوحيد للمرأة السيجما حتى تبتعد عن النرجسي، مصدر تعاستها في الجانب الجنسي، ولكي بطبيعة الحال تلتقي شخصا مناسبا قد تجد فيه الرجل المناسب بطبيعة الحال في الحلال. لأن المرأة السيجما على عكس النساء الأخريات فهي لن تتأقلم بسهولة مع الحرمان من الجنس، لأنها واعية بأهمية هذه الغريزة، ولأن هذه الغريزة بالضبط هي عند المرأة السيجما أقوى من النساء الأخريات. هذه حقيقة يا أختي السيجما، لا تخجلي منها، عليك أن تتقبليها وأن تكوني فخورة بها، ولكن اعلمي أنك لن تجدي أبدا راحتك وسعادتك الجنسية مع أي نرجسي، لأن النرجسي كما قلت هو كائن بارد العواطف، كائن عاجز، كائن لا يستطيع أن يعطي لأنه فقط يأخذ، والعلاقة الجنسية بين الزوجين هي أخذ وعطاء. هذه الفضفضة هي فضفضة خاصة حصرية مليئة بالأسرار، على كل امرأة سيجما أن تحفظها عن ظهر قلب وأن تعيدها مرات ومرات، لأنه بالفعل هذا الفيديو سوف يغير نظرتك للعلاقة الزوجية. الآن يا أيتها المرأة السيجما تعرفين بأنك إنسانة خاصة، إنسانة لديها معايير تخصها، ومن أهم هذه المعايير وأكثرها تأثيرا على حياة المرأة السيجما علاقتها الجنسية. إذا أعجبكم هذا الفيديو، هذه الفضفضة الحصرية، المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب مهم جدا لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة، ما عليكم سوى التواصل مع فريق عملي لكي يحدد لكم موعدا معي في أقرب وقت. هذه الاستشارات قد أنقذت أرواحا. قبل أن أغادر كالعادة سوف أترك لك سؤالا يا أختي المرأة السيجما، يا ضحية النرجسي، أجيبيني عن هذا السؤال الآن وفورا أسفل هذا الفيديو. هذا السؤال هو: هل بالفعل تعانين جنسيا مع شريكك النرجسي؟ أجيبيني بصراحة الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين السيكوباطيين، وأيضا هي منبر النساء سيجما. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.